ورحب فقرة زاد وملح بالشيف ياسر. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني لأني صلي زمان ما أجيت، اليوم بعدتي عني. اليوم بعدت من حرارة والله. كل مرة أقف بس فكرت لأني صلي زمان ما أجيت تتعود. لا لا لا، اليوم ماكو مشاركة لأنه شفت شو اسمه الميز مليان بأشياء، فما أريد أكيد براحتك تعمل أشياء. أشتغل هيك اليوم أتفرج، ماكو مساعدة اليوم. ونتفنن يعني. شلونك؟ شلون صحتك؟ والله تمام. والله صار زمن. انا اشتقت لك واشتقت لقناة الشرقية واشتقت لفراس، ولا يعني عن جد لكم وحشي. الله يخليك، الله يخليك. بس اكيد يعني مشغول انشغلت كثير بهالفترة. أيوة هاي مسافر وجاي، ويعني انشغلت بهالفترة هاي كثير بالشغل. اي الله يعينك. الله طيب سمع. اليوم ايش راح تقدم لنا؟ اليوم اخترنا طبق شوي مختلف. نعم. هو طبعا من المطبخ الطلياني، بس حاولنا ما نروح كثير لهالمطبخ، حاولنا نجيب المطبخ الطلياني اللي عندنا. رح نسوي روزوتو فريكي. مثل ما بتعرفي رقية، الفريكي بمنطقة بلاد الشام بسموها فريكي، بمصر بسموها الفريك، وبالعراق نسميها. اليوم سمعت، اليوم سوينا سيرش، حبيه هي نفسها الفريكي. حبيه هي نفسها الفريكي. لا هي نفسها الفريكي، بس هاي لونها اخضر. احنا لوننا نسويها هريسه. احنا انتوا لون اخضر هذا الفرق. الابيض احنا بيضة. هي لاني الفريكي هي انواع. اوكي، في فريكي رايحه على خضار اكثر، منا رايحه على لون اصفر حسب ما يكون محطوط لك. او يمكن هاي في مرحله قبل ما تصير انه بيضة. وهلا لا تنسي انه هاي انا، انت شفتيها انا سالقه للفريكي هون، هي مسلوقه. هلا هي مسلوقه الفريكي، ما يرو ما ينيه لسه، ما يدراي. هي مسلوقه، لذلك هي نفس الحبيه. نفس الحبيه. نفسها الحبيه. انا اول مره اعرفها. لازم نهتم يعني، لذلك عم نسوي موجهين للجمهور العراقي، لازم نشرح لهم عليها. كثير سهله. خليني اشرح طريقتها. شو سوينا قبل ما نكون على الهواء؟ الفريكه نفسها سلقناها بالمي بدون ما نضيف اي شيء لها. يعني اذا بدنا نستخدم كوب فريكه، كوب بنسلقها بكوبين مي سلق عادي. بس غبت مي خلص، شلنا لا ملح لا بهار ولا اي شيء، ما في شيء يعني. انا لذلك سلقتها مشان الوقت، بتعرفي نحن الوقت دائما بيكون ضيق. نعم. معناتها نحن حاليا اللي جاهز عندنا هو الفريكة المسلوقة. نعم. مباشرة شغلنا الغاز كمان مشان ما يضيع الوقت. بنحط البان الكسرولة على النار. نعم، طاوة احنا نسميها. وراح شو بنسميها؟ طاوة. طاوة. وراح نضيف الزبدة. شايفة معها؟ ما بعرف إذا راح تكون واضحة. فرجيني هيك، بنعمل هيك. هاي ضفنا الزبدة، واضحة هيك بعتقد. ضفنا الزبدة. ونحن عم نضيف الزبدة أكيد البصل المقطع. طيب. هاي بصل. احنا ما قلنا المكونات بالبداية. ما حكينا هلا، بتعرفي وهيك سهل. بصل. بصل، جبنة بارميزان، مشروم، دجاج مسلوق. بيستو، مشروم، فطر، بندورة. وجوز. وجوز. هلا هذول كل الاضافات، الجوز هي بالعادة ما بحطوا لها، بس أنا حبيت هيك شوي أفزلك الأمور. لازم لازم. أنت الشيف ياسر فلازم. هلا حطينا، معناتها مثل رح أعمل هيك على الشاشة، بصل. بصل وزبدة. رح اقطع المشروم فطر. كتير سهل وكتير طيب، وعلى فكره باهم المطاعم بيحسنوا يشوفوا هذا الطبق. انا ما اكلتها بالرز العادي. بالرز العادي. يعني الفريكه طبعا بالرز العادي موجوده، بس بالفريكه مو طبق سهل، مو طبق عادي. اول مره يعني. طبعا رح نضيف نكب المشروم هيك بقلبها الفطر. نعم. ومنحرك. شايفة هاي الأطباق؟ أنا بعتبرها رقية، نحن اللي عم نقدمهم أو دائما بالشرقية، إذا بسووا سيرش على اليوتيوب، هني أطباق كتير سهلة. نعم. ومميزة، وبعشر دقايق ست البيت بتحسن تساوي هالوجبة. هي ما هي شغلة سهلة. بعد ما ضفنا الفطر. الفطر. أوكي. انت بدون ما تقشره. ما قشرت. شو هي؟ ما قشرت لا الفطر ما بقشره انا. رح اضيف هلا، شو رح اضيف؟ فريكه. رح اضيف الفريكه.
الكميه اللي نحن بنعتاز انا يعني طيب. انتوا يعني حسب يعني هلا هون ما في داعي للعيار هون يعني خلص شاد بدك تحطي بتحطي فريكه كل واحد حسب حاله مثل ما حكينا هلا الفريكه هون شو مسلوقه هي ما يدري مسلوقه الذي ما راح تستوي معهم اصلا تذكرت على الحبيه احنا الحبيه تنباع بلونها ابيض لونها ابيض الفريكه تنباع لونها اخضر شو بتسمى معناتها بالعراق فريكا؟ فريكا فريكا ومنحرك شايفين؟ رح ارجع اضيف شوية فطر، انا هذا الفطر نفسه اللي هلا حطيته انا مجهز منه شوي بس عشان ازيد لك كمية الفطر نفس الفطر هلا شفته بس هي مشان زيادة كمية الفطر بتحب الفطر كثير؟ يعني هي هاي الطبخة؟ هي ما قصة بتحب لأني في عندنا روزوتو مع الفطر روزوتو بنحسن هي نساويها مع الليمون نساويها مع البيستو بنحسن نساويها بعدة نكهات نعم بس بعتقد انا بفضل الفطر شايفين عم نحرك ما في شيء وصارت واضحة رح نضيف دجاج شريدد صدر دجاج مسلوق طبعا مثل اي شلون بنسلق صدر الدجاج وبعدين مسوينه شريدد مقطعينه حسيت مكونات اكثر من الفريكا شو رايك تزيد شويه المكون معلش يعني انت ما بتاثر هي اوكي لا لسه ما لساتنا بدايه الطريق يعني بعدين هلا نحن شو رح نضيف مرقه خضار مرقه خضار عاديه شو عندكم مرقه خضار مرقه لحمه شو عندكم مرق شو عندكم هي مرق ما في شيء مرقه خضار اي خضار هلا مرقة خضار انا بفضل دائما البراسيا مثلا مع الجزر مع السلري مع البصل بنغليهم مرقة خضار عادية شو في عندك خضرة بالبيت هلا بنتركون عشان الفريكة لا تنسي دائما الفريكة بتغب مي بنتركون شوي يغلوا مع بعض اوكي هلا لحكي لك شغله نحن الفريكه ليش عم بقول لك انه بسوريا الفريكه هي اكله كثير مقدره يعني دائما اذا بدك تعزي اي شخص بتعزي اي شخص بتسوي له فريكه وفوقها لحم وفوقها فوقها لحم فوقها دجاج هلا صاروا يسووا فريكه مع كمي يعني الفريكه ما هي اكله انه لا لا يعني ليست اكله عابره عابره يعني كشخه يعني لا كشخه الفريكه لذلك يعني تحب الواحد تقدم الفريكه يعني طبعا انه انت مقدره طبعا الفريكه اكله شلون احنا عندنا يسوون البرياني او الدولمه او الدولمه الدولمه اساسيه بالمطبخ العراقي وبالعزايم طبعا والبرياني اكله اساسيه الفريكه اكله اساسيه لازم اللي حدا عندك تقدمي له الفريكه الفريكه ايضا بالاردن يستخدموها هواي هي الفريكة هي انتشرت في بلاد الشام وتسمت الفريكة في منطقة بلاد الشام وتسمت الفريك في مصر وشمال أفريقيا يعني في مصر وأفريقيا تسمى فريك طبعا بس هي أنه نعرفوا فيها الشوام يعني أنا يعني أكثر ما أكلتها بعمان 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 لأني معناتها نزلاتي قليلة عشان لا أنا آخر مرة رحت للسوريا 2010 2010 قبل ما تصير الأحداث كم لا قبل ما تعرفيني هلا بعد ما حطينا رح نعيد المقادير بالشكل السريع نعم حطينا زبدة حطينا بصل ناعم نعم ضفنا مشروم فطر بعدين ضفنا الفريكة ضفنا دجاج وضفنا مرقة الخضار هلا عنا كريم طبخ هلا لاني دائما هلا هذا اللي راح يميزها بقى للفريكي هلا راح نضيف كريم الطبخ يعني هي هون ما في مقادير محدده بصراحه شايفه هيك ممكن واحد يزيد او يضيف طبعا. حسب طيب وهو شو هو شو بشو حابب انك هلا بلشت تغلي والفريكي على فكره ما لازم تكون شوي ليكويد سائله يعني وقت بدك تقدميها الفريكي الروزوتو يعني تحسني تساويها بدون كريم هلا الروزوتو على كافة الأحوال خلينا نكون صريحين الروزوتو بنعمل طريقتين طريقة بنحسن نضيف له كريم وطريقة بدون كريم أوكي. المتعارف عليه في مناطقنا مع كريم أوكي. والطبخة الأصلية الإيطالية هي بدون كريم بدون كريم بدون كريم الروزوتو بدون كريم بتدسمها بدون كريم بالطليان بعد ما ودي يسوي الرز بيجيبوا جبنة البارميزان القالب الكبير بيكون الرز مسلوق بيحطوها بقلب الجبنة وبيحركوا هيك يعني
لذلك هي المطابخ نكهات واذواق. يعني ما اكلتها بهالطريقه هذه، ما اكلتها على الطريقه الايطاليه. معناتها كنت عم تسوي لي فحص الامتحان يعني. هلا شايفه حطينا هيك، هلا شو رح نضيف؟ اي مستغربت من خليتها، استغربت انا شايفتها على الطريقه الايطاليه التقليديه. انا قلت لك يعني ما كنت صريح معك. ايه لا لا هلا برجع بقول عم افزلك القصص. بندوره مقطعه هاي سلايس. جديده هاي جديده هيك رح نضيفها كمان. قلت لك ما زال نحن مخترعين طبق بحقنا. ايه. بحقنا شو ما بدنا نضيف. باب الاجتهاد مفتوح. باب الاجتهاد مفتوح. طب هاي الطماطه فريش اللي هي ولا الفريش لك؟ هي الفريش مقطعه بس. لا بينت لي منها كانه هي بس لاني مقطعه بس مخصوصه. بس ما في شيء عبالي شو اسمه مطبوخه الجافه. لا لا مقطعه بس. شايفه؟ وهلا شو رح نضيف؟ بارميزان. بارميزان هلا مشان يعني تاخذ المعنى الطلياني يعني اكثر. طبعا الكميه اللي بدنا اياها هذا البارميزان انا حاطط هو شوي مالح، لذلك انا ما استخدمت الملح اليوم. صحيح لحد الان. ما في اي شيء مملح. بارميزان هو طعمته فيه. وراح نضيف والبيستو فيه هلا ملح. ما بدنا نطلع الاكله مالحه. بلشنا بيستو الريحان. الريحان بلشنا نقول يا عين. يا عين ويا ليل. راح اضيف الريحان وبلش اشتغل. راح اضيف بيستو. البيستو مثل متعارف عليه عباره، هذا البيستو انا مساويه بالجوز. هو بالاصل الصنوبر. ريحان، صنوبر، ثوم، زيت زيتون، جبنه بارميزان، كلياتهم مساويهم ميكس مع بعض. معها جبن؟ طبعا جبنه بارميزان. بس صنوبر. لا لا جبنه بارميزان اساسيه اللي بتعطيها هالنكهه. جبنه بارميزان اساسيه. شو فيها الطبخه، شو فيها الاكله، شو فيها المكونات. مكونات روعه. رح نتركها تغلي شوي. شو رح نساوي؟ رح نساوي التوبينج. رح نساوي اللي نحطها على الوش. عندنا الجبنه. اوكي طيب ما رح نضيف بعد. شو هي نضيف؟ المضيف فريكه. لا لا ما بدنا. والله هلا بجوز ناخذنا شوي. خلينا نضيف عشان ما صارت مرتين. هاي قلت لي صارت مرتين معناتها بدها. هلا راح شو راح نضيف؟ يا عين. يا ليل. يا عين ويا ليل. طيب طبخت كل شيء وكل شيء. كل شيء روعة روعة روعة. رح نقطع الجبنه البندوره عفوا. هاي للتزيين يعني للتقديم. بدنا نحطها التوبينج على بعد ما نسكب الصحن. اعتبريها للزينه. على اعتبريها للزينه. ايه نسميها على الوجه. على الوجه. عواض لاني بالفريكه بعد ما يحطوا لها اللحم. شو بيقلوا على وشها؟ صنوبر ولوز وجوز. نحن رح نحط بندوره. نحط بندوره. والله الايطاليين شكلهم رح يرفعون دعوه عليك. هيا بدي اقول لك شغله. دائما دائما انا واحد انا ما بحكي بس اليوم انت بتعرفي يعني انا دارس الابداع والابتكار بمطبخ فرنسي. طبعا. والكويزين على مود. دائما الكويزين على مود بينبنى على علم. اذا انت منتبهه كل شيء مواد ضفناها من روح روح الاكله. صح. وشغله ثانيه انا دائما بقول الاكل ماله حدود. صح. يعني انت اليوم عجبك انه تبتكر بتضيف، وهذا الشيء يعني ما تعتمد على طبخه وتعتمدها حتى لو كانت طبخه يعني ناجحه وموجودة، بس انت دائما تحدث دائما سوي ابديت. ايوه ابديت يعني. انا ما دائما خلص شو بتحبي هذا هو الشغف يعني. إيه شو بتحبي تساوي؟ شو بتحبي لك؟ شو بتحبي تساوي؟ وصفاتك كلها موجودة ومحبوبة، ناس تحبها اكيد يعني مع سلسلة مطاعمك الجديدة ما شاء الله، بس انت اللي حلو انه تحدث. بدك دائما تضيف. دائما لمسة الشيف ياسر. اليوم الفريكي هي شو حكينا بالبداية، هي اكلة مقدرة بتحب. بتحب هيك التكستشر، بتحب الطعمات، بتحب الفليفر. رح نضيف لها جوز اوريدي. نحن مساويين البيستو حاطين له جوز، رح نضيف جوز. هلا نحن هون حطينا الجوز، حطينا البيستو، هلا حطينا رح نبلش نخلص. رح نحط الريحان هون. انا حاطط هلا شافوا باتيت هاي تحتاجه؟ هلا رح بتعرفي رح احطهم مع بعض. اوكي.
قطع هيك رح احطهم مع بعض. رح احتاج الصحن. هاي وحده. رقيه بتحب التشيري توميت. اي نو. رح احط لهم بيستو. هلا بنشوف شو رح نساوي فيه. عمليا شو معنى وقت نحن معنى وقت يا صور عندنا يعني خلي تصير ايه لا تصير يعني معنى وقت يعني هذا لا يعني قد يحتاج ما خليها يعني نستعجل كم يحتاج لها لا اريد نشوفها يعني بدي ادوق لانه هاي انت دوقي البندوره وانا ادوق الريزوتو لا دا حاول هذا اللي بيقعد بعيد هذا اللي بيقعد بعيد بالعادة كم يحتاج لها؟ 10 دقائق؟ شو بدي أقول لك؟ أقول الله الله أنت بس خليكي على البندورة يعني هي بتاخذ لها 10 دقائق ربع ساعة؟ أي يعني نحن اليوم وصفة وصفة ووصفة عزيمة هي طب شنو رأيك نروح نسمع أغنية جديدة؟ يلا ونرجع لوصفتنا؟ يلا فراس ممكن؟ فراس شفتي شلون صارت؟ يعني ممكن نشوف اغنيه وبعدين نرجع على الشيف نشوف جديد الفنان علي بدر نشوف الاغنيه الجديده اغنيه جديده نستمتع كمان طيب بعتقد صارت؟ شو صارت؟ صارت وصارت بالجنة انا ضقتها والله كش طيبه ايه دقتها غشينا شوي غشينا انه دايت بس ما سوينا شيء ما ضفنا شيء تركناها لا لا بعدنا بس يعني يا تسخون صغيره تركناها بتغلي برجع بالكم بس كنا عم نحكي حكينا معلومه انه الطليان بالنسبه للروزوتو بياكلوه كطبق مقبلات مقبلات نحن هذا الطبق بالنسبه حطينا بالنسبه لنا نحن منطقتنا متعودين على الفريكه هي كطبق رئيسي نعم وبعد كل هالاضافات هي طبق بعتقد رئيسي. بالنسبه لانه هو كطبق طبق رئيسي. رئيسي يعني ما نحسن نسكوب بعتقد صار جاهز يلا اوكي شايفين ذيك شلون عم يغلي رح نسكوب طفينا ناي يلا خلصنا دائما صحن هالباستا يكون ديب عمي شوي هات نسكوب بهي يا عين هلا بنمسح الصحن ناي ما بنتركه هيك روعة روعة روعة.
طعام مثل ما بنقول طعام الملوك وطعام الفقراء. الحجز هذا من قدام انا مسوي رجيم ولا حاكله لتخاف براس. يعني اكله يا جماعه اعملوها وبعثوا لها اياها لرقيه، بعثوا على قناه الشرقيه، لاني الطبق سهل ما في عمقنا، ما في حجه انه ما تعملوا هذا الطبق. جربوا تسووها ودزوا لنا صور ممكن. ما فيها اي شيء، اعطيكم طريقه كمان سهله وقت بتساووا فريكه بالبيت. اذا مشان تحسنوا تسووا ريزوتو ما تستخدموا مثلا السمنه، اذا عملتوها بزيت الزيتون بعد ما تطبخوا الفريكه شيلوا شويه فريكه على بدون اي منكهات على طرف، يعني طبق انتم عم تطبخوا، يعني هن عم بيطبخوا الفريكه ما يستخدموا سمن، استخدموا زيت زيتون. طبختوا الفريكه بعد ما تسوي الفريكه شيلوا شويه فريكه حطوها على جنب، اعملوها روزوتو بتصيروا بتقدموا طبقين عوض ما تقدموا طبق واحد. فريكه مع لحم وبتساووا فريكه مع روزوتو بهالطريقه هيك. طيب جربوها وبعثوا لنا الصور نشوف. ممكن انه الحلقه الجايه ويا شيف ياسر نعرض الصور ونشوف. روعة. اوكي روعة، عشت ايدك. عشت ايدك طيبه. صحة. اذا هكذا كانت ظهيرتنا، اشكر لكم حسن المتابعه، نلتقي الجمعه المقبله باذن الله.